بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن الفور لوب. إيه معنى الفور لوب؟ إيه معنى اللوب عامة؟ اللوب هي حلقة تكرارية بنفذها على متغير معين، الفايدة منه إني بوصل لعنصر معين جوه الفاريبل. بمعنى إيه هي المتغيرات اللي يكون فيها أكتر من عنصر أو أكتر من أوبجكت؟ بالظبط الليست، التيوبل، الديكشنري. لو انا عايز اوصل لكل العناصر على حدة، يعني كل عنصر لوحده كده اوصل، دي اقدر اعملها ازاي؟ اني الف على كل العناصر اللي جوه المتغير. كلمة الف دي بستخدم فيها اللوبس. من انواع اللوب عندي الفور لوب، عندي الوايل لوب، عندي الدو وايل لوب. تمام، اشهر حاجة بنتعامل معها عامة حتى في الجانجو فريم وورك هي الفور لوب. طيب وليكن مثلا عندي ليست، ما ليست 1 دي فيها مجموعة من العناصر، وليكن مثلا 1 2 3 4 5 6 عناصر. تمام، عايز الف على كل قيمة في الليست 1 واجمع عليها 1. تمام، هتقول لي هقول كده ليست 1 اوف الزيرو هيساوي ليست 1 اوف الزيرو زائد 1 وهكذا، هنفضل نمشي على 6 عناصر. طب مثلا لو الليست فيها 100 عنصر، لو فيها 1000 عنصر، هل ده حل عملي او منطقي؟ لا، يبقى علشان كده اتعملت الفور لوب. طيب تعال نشوف بقى ازاي هنغير القيم جوه الليست دي. اول حاجه انا هعمل ليست فاضيه، تمام، نسميها ليست 2. دي عباره عن ليست ما فيهاش اي عناصر. تمام، هقول فور فور ايتم ان list 1. ايه معنى الكلام ده؟ الفور اللي هو السينتاكس بتاع الفور لوب. تمام، ايتم ده متغير عادي، ده من دماغي، ممكن اقول ايتم، ممكن اقول اكس، ممكن اقول واي، ممكن اقول عبد، اي حاجه. تمام، ده متغير بيشير لكل عنصر او كل اوبجكت جوه الليست، يعني الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه لما يجي يلف عليهم بالفور لوب. تمام، الافضل انت تكتبه ايه؟ تكتبه اسم كده مميز ليه، يعني ايتم. تمام، برودكت، برايس، كاتيجوري. بلاش الاكس والواي، بطلنا نستخدم حاجات الاكس والواي، لازم تشتغل شغل بروفيشنال علشان لو حد يشتغل على الكود بعدك يبقى عارف انت تقصد ايه، ما يلاقيش مثلا في كود كبير وتلاقي كاتب له اكس وواي، طب الاكس دي بتدل على ايه، الواي بتدل على ايه، ما يعرفش. تمام، يبقى فور ايتم ان ليست 1 ليست 2 دوت الابند، ابند الايه، اكس اللي اول ايتم زائد 1. دي حتة كده احنا ايه، زي ما كنت ضحكنا على الكود شوية، يعني عملت اريه جديدة. تمام، وقلت له بدل ما اقول لك ليست 1 بتساوي ليست 1 اوف الزيرو زائد 1 وليست 1 اوف الواحد زائد 1 وليست 1 اوف الواحد اوف الاثنين زائد 1 وهكذا، لا انا عملت ليست تانية فاضية خالص، وهعمل ابند لكل العناصر اللي جوه الليست 1 اللي هي الايتم دي وازود عليها 1. يبقى هنا هيبقى 1 زائد 1 يبقى 2، 2 زائد 1 يبقى 3 وهكذا. بعد ما اخلص خالص هقول له ان الليست، اسف، في كل مره جوه الفور لوب برضه، في كل مره اقول له ان الليست 1 هتساوي الليست 2، او ممكن اطلعها بره اللوب مش قصه، عادي يعني كده خليها ايه بره اللوب. تمام، برنت للليست 1 2 3 4 5 6 7 جمع على كل عنصر 1. تمام، هي خليتها بره ماشي، خليتها من جوه ماشي، بس من جوه كده هتاخد وقت كبير. ليه؟ لان في كل مره هيعمل خطوتين، هيعمل ابند، هيضيف العنصر جوه ليست 2، وبعد كده يخلي ليست 2 بتساوي ليست 1. فاول مره كان فيها 1 بس فخلاها بتساوي ليست 1، بعد كده بقى فيها 1 و2 فخلاها بتساوي 1 و2، بعد كده فيها 1 و2 و3 فخلاها بتساوي 1 و2 و3. الاحسن لا، خليه يعمل ابند، يضيف كل العناصر ويزود عليها 1، بعد كده يساوي الليست 2 يحط كل القيم اللي فيها في ليست 1. ده برضو تفرق في الكود، الكود بتاعك اسرع من كود واحد تاني. ايه الفرق؟ انتوا الاتنين شغالين نفس الكلام، بس في واحد مثلا سطر بيفرق، دي تاخد معاك مثلا كومبلكس، يعني ايه كومبلكس؟ يعني وقت زياده. تمام، بيج او، وده مثلا تاخد معاه مثلا بيج لوج ان او مثلا. تمام، فتلاقي ان الوقت بيختلف.
نشوف المثال التاني. طب ممكن برضو واحد يقول لي، طب ليه انت ما عملتش كده على طول وقلت مثلا ان بما احنا ماسكين هنا ايتم في ليست واحد، فقلت ايتم بيساوي ايتم زائد واحد وهيلف عليهم الكلام ده واطبع البرنت ليست. طيب تعال نجرب نطبع كده، هنعمل برنت لليست 1 تمام، 1 2 3 4 5 6، ما غيرش فيها القيم. ليه؟ لان هنا التغيير حصل جوه الفور لوب ما حصلش بره، يعني التغيير اللي بيحصل جوه الفور لوب ما تاثرتش بيه الليست 1. طيب مع ان لو جيت هنا وقلت برنت للايتم كنسل دي كده هيعرض لك بقى ايه، مزود عليها واحد، يعني هيعرض لك ايه، هيعرض لك الاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة والستة والسبعة، زود على كل عنصر واحد. يبقى التغيير بيحصل جوه الفور لوب مش بره الفور لوب، عشان نخلي التغيير يسمع في الليست 1 بعمل ليست تانية وبأبند فيها العناصر بعد ما اغير القيمة، بعد كده بساوي القيمة بتاعة الليست تمام. طيب تعالى ايه كمان، الفور لوب. الفور لوب استخدام الاساسي في العرض، يعني ايه عرض؟ عرض العناصر، يعني انا بقول هنا زي ما عملت برنت كده لكل عنصر جوه ليست 1 برنت للليست 1 تمام، وممكن اللينس بتاع الـ لو كان مثلا ده سترينج نخليه مثلا سترينج واحد واحد اتنين اتنين تلاتة تلاتة أربعة 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 تمام، وقلت له اعرض لي برنت للايتم وبرنت لللينس اوف الايتم، افصل بينهم كده بايه بمسافه، وارد لي الاثنين دول كنترول اس كنترول اف 5. اول عنصر واحد واحد اللينس بتاعه اتنين، الاتنين اتنين اتنين، تلاتة تلاتة اتنين، تلاتة اربعات تلاتة، خمسة واحد، الدي دي 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 ستة خمسة تمام. يبقى استخدام في اللوب لأكتر من حاجة، عرض تغيير قيمة، في حاجات كتير. ممكن برضو إن أنا أمشي على عدد معين من العناصر جوه الليست، يعني كده كده أعمل كنترول زد تمام، وعايز أقول له امشي لي من أول الواحد لحد الأربعة، اعمل له كده اقول له من العنصر 0 لحد العنصر 4، يبقى 0 1 2 3 مش يجي ياخد 5 من 4 ما بياخدهاش زي ما قلنا تمام. اقول له ايه، اعرض لي الايتم عرض لي الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه تمام. طيب ممكن انا اعمل اجنريت رينج معين يمشي عليه ويلف عليه، ممكن اعمل رينج من مثلا من 1 ل 1000، عايز اخلي الايتم ده او الاكس فور اكس ان رينج من 1 لحد مثلا لحد 50، عشان باش رقم كبير، من 1 لحد 50 اطبع لي الاكس مثلا مضروبه في 2 تمام، كنترول اف 5 اكس زائد 2 اكس مضروب نيجي كده هنا من اول العنصر رقم 2 4 6 8 10 12 14 وهكذا، يبقى هنا 2 ماشي كده كعدد زوجي تمام. طيب ممكن برضو في الفور لوب اتاكد ان الرقم اللي معايا ده زوجي ولا فردي، يبقى فور مثلا اكس في الرينج من 1 ل 50 اف ان الاكس مودولس الاثنين ايكوال 0 برنت ان الاكس از
ايفن عدد الزوجي. ايه المودولس دي؟ المودولس معناها باقي خارج القسمه. ازاي تعرف ان عدد زوجي او فردي؟ لما بتقسم على 2 لو اعطاك خارج باقي القسمه، باقي القسمه لو زيرو يبقى عدد زوجي، لو غير زيرو بيبقى فردي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي عندك الاربعه مثلا، 4 على 2 فيها الكام؟ فيها الاثنين. هل باقي حاجه؟ يعني كل واحد خد 2، هل في حاجه فاضيه او باقيه؟ لا، يبقى ده زوجي. الخمسه، 5 على 2 فيها الكام؟ فيها الاثنين ونص. ما ينفعش، انا عايز رقم صحيح. يبقى خد الاثنين وسيب النص، عندي نصين يبقى فاضل واحد. يبقى كل واحد من الاثنين خد 2 واتبقى واحد، يبقى كده اتبقى واحد مش صفر، فده يبقى فردي مش زوجي. تمام. else print ان الاكس is odd. خلي هنا نعرض الاكس ممكن نعمل هنا مسافة وهنا اكس واعمل مسافة. تمام. كنترول اس كنترول اف 5. تعال بقى نشوف من اول العداد عمل لنا ايه. الواحد فردي، الاثنين زوجي، الثلاثة فردي، الأربعة زوجي، الخمسة فردي، الستة زوجي، وهكذا. تمام. يبقى ده عشان تعرف ازاي تعرف ان العدد ده even او odd. في ايه كمان تاني ممكن نجربه على الفور لوب؟ في حاجة اسمها البريك والكونتينيو. الكونتينيو ايه البريك؟ البريك ان عايز اقول له بعد ما تنفذ شرط معين اعمل بريك، يعني هو ده دخل جوه الفور لوب. تمام. والرينج من 1 لحد 50. ليه؟ اف ستيتمنت قدامه، اف ان الاكس مودلس الاثنين ايكوال ايكوال زيرو، وفعلا الشرط اتحقق. يعني جه مثلا عند الواحد ما اتحققش، عند الاثنين اتحقق. تمام. هينفذ جمله الطباعه دي، وعايزه بعد ما ينفذ جمله الطباعه دي يعمل بريك، يطلع بره الفور لوب. اعملها ازاي؟ اقول له كده، اقول له بريك. بعد اما تنفذ اول واحده اعمل بريك واطلع بره الفور لوب. تمام. تعال نشوف كده. كنترول 5. نفذ اول واحده، لان اول واحده كانت ايه؟ كانت بعيده عن البتاع ده، كانت ما كانتش زوجيه، يعني كانت اول واحده فردي، فما دخلش جوه الاف دي، دخل في الالس. نفذها، الالس كانت بتقول له ايه؟ اطبع العدد وهو اود. بعد كده جه عن اللفه الثانيه، كانت الرينج كان 2، 2 مودلس الاثنين اب 0، يبقى ده صح. هيدخل هنا هينفذ الجمله وبعد كده هيعمل بريك. طيب لو مش عايزه يقف على الجمله دي ويكمل، اما اقول له كونتينيو هينفذ عادي وهيكمل باقي الجمل كلها زي كده، او ما اقولهوش هو باي ديفولت هينفذ الاف ستيتمنت كلها وهيلف كل الفوق. تمام. في برضو حاجه تاني اسمها الباص. الباص دي لما اكون انا مثلا كاتب كود ومش عارف دلوقتي هكتب فيه ايه. يعني ايه مش عارف اكتب فيه ايه؟ انا دلوقتي عملت فور لوب، او بلاش فور لوب، خليها مثلا عملت فانكشن. هنعرف الفانكشن ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. عملت فانكشن مثلا sum. تمام. والسيلف دي طبعا لازم يكون ان هو من ورث من كلاس، بس ما علينا عدوها يعني. ودلوقتي مش عارف اكتب جواها ايه مثلا، لسه مش واخد مثلا في دماغي الكود اللي انا هكتبه، فهقول باص عشان ما يدينيش ايرور، وهطلع ادوس انتر. مجرد ان دوست انتر طلعت بره الاندنت بتاع الفانكشن. شايف جاب لي السهم فين؟ جاب لي المؤشر فين؟ بره الفانكشن. بقول له باص، عديها دلوقتي لحد ما افتكر انا عايز اكتب ايه جوه الفانكشن دي، بعد كده ارجع لها تاني. تمام. في ايه ممكن تاني نتكلم عنه؟ في برضه حاجه اسمها النيستد فور لوب. يعني ايه النيستد فور لوب؟ يعني 2 فور لوب جوه بعض، ممكن تكون اكتر من 2 فور لوب، ممكن تكون 3 4 5 6 فور لوب. تمام. طيب دي بتعمل معاها ازاي؟ مثلا على سبيل المثال عندي فور لوب 4 مثلا x in range 1 ومثلا و4، وبقصد بالاكس هنا فعلا اكس كاحداثيات اكس وواي، عشان ما حدش يقول انت قلت ما حدش يستخدم الاكس والواي، لا اكس هنا كاحداثيات. تمام. جواها فور لوب تاني واي ان مثلا رينج من 1 لـ3، اعمل لي برنت
للإكس والواي مع بعض، بس خليني أحطهم في قوس مجموعة. يبقى عشان أعمل قوس أعمله بالشكل ده كده، تمام. إيه ده أنا كاتبه ده؟ إكس لكل إكس جوه الرينج من 1 لـ 4، يعني 1 2 3 وهكذا، تمام. مع كل واحد من دول هتخش هتنفذ لي الكويري ده أو الجملة دي، آسف الكود ده مش الكويري، تمام. لكل واي الرينج من 1 لـ 3 برنت الاكس والواي. فهنا اول واحده هتكون الاكس بكام؟ بواحد، فيبقى واحد. هنخش بقى في الفور التانيه اللي هي 1 و1، بعد كده 1 و2، بعد كده 1 و3، بعد كده يرجع للاكس هتبقى باتنين، يبقى 2 و1، 2 و2، 2 و3، بعد كده يرجع للاكس تبقى الاكس بتلاته، 3 و1، 3 و2، 3 و3، بعد كده يرجع لو خد الاربعه تبقى 4 و1، 4 و2، 4 و3، تمام. فهمنا الفكرة ازاي؟ تعالوا ننفذ الكود. مدخلش في الأربعة، تمام. 1 و1، 1 و2، طبعا هنا الرينج اللي هو الأخير ده الأربعة ما بتاخدش، أنا قلت كده خليتها هنا 5 وخليتها هنا كده 4، واحد واحد، واحد واتنين، واحد وتلاتة، بعد كده 2 و1، 2 و2، 2 و3، بعد كده 3 و1، 3 و2، 3 و3، 4 و1، 4 و2، 4 و3. فهمنا الفكرة بتاعة النستد لوب، بحيث إن هو دخل، يعني طالما دخل في أول لفة من الفور الأولانية هينفذ الفور التانية كلها، مش هيطلع من دي إلا لما ينفذها كلها. بعد كده يدخل في اللفة التانية، اللفة التانية كانت باتنين، اتنين هينفذ مع الاتنين كل الفور لوب دي، يبقى 2 و1، 2 و2، 2 و3، وهكذا لحد كده نبقى ختمنا الفور لوب. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الفانكشن، ولو حد عنده اي استفسار يا ريت يسيبه في الكومنتات. شكرا.